عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. إلا غبا، إلا يعني يوم بعد يوم، يعني في نهي أن الإنسان يستمر في تمشيط الشعر. ليش؟ قال العلماء: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتقصد في جميع الأمور، الاعتدال. لا أن واحد يهمل نفسه، نظافة شعره فيهمله إهمال، ولا أن يهتم اهتمام كل يوم قاعد يمشط، كل وقت قاعد يمشط ويدهن. وقلنا المقصود بالترجل، الترجل هو تمشيطه مع دهنه، فقضية الإفراط في التلعم هذا منهي عنه، لا يصل لمرحلة الحرمة، هاي كراهة. يعني كراهة الإنسان، الإسلام دين الاعتدال، لا وصاخة وقذارة وعدم الاهتمام بالشعر وبالجسم، ولا أن واحد يهتم وكذا وكل وقت مشطة ويمشط ويدهن وكذا، لا، الاعتدال، التوسط.